هل القضاة منزعجين اليوم من التصريحات اللي قاعدة تتقال في الإعلام والناس اللي تحكي على لسانهم؟ بطبيعة الحال هو القضاء هو القضاة بريتو معناها يتأثر معناها بما حوله. احنا اليوم رينا معناها انه عديد الصفحات الفيسبوكية وصلت معناها تجبد قضاة بالاسم وبالصورة هرسلة سبان ضغط فهمتني، هذا الكل غير معقول. خاطر احنا اذا كان ما نحبه قضاة تخدم في اريحية، قضاة تطبق القانون على الجميع فهمتني، معناها معناها يكون معناها في ظروف معناها ملائمة تخليهم يأدي معناها رسالتهم فهمتني كما ينبغي، معناها ما معناها هذه معناها مفهوم انه كما قلت معناها قبيله فما يعني كي عديد الجهات اللي تحاول تمارس نوع من الضغط على القضاة في اتجاه معناها توجيههم او في اتجاه معناها محاولة التأثير على قراراتهم، ونأسف حقيقة معناها بالشيء هذايا ومعناها ونتمنى انه معناها نلقاو حل معناها جذري خاصة انها الصفحات هذه الفيسبوكية معناها خاطرها ماهيش معناها حكاية متاع قانون برك وحكاية متاع زجر، لا يلزم نلقاو آليات أخرى معناها تخلينا نحدوا من هالفلو هذايا يعني متاع خاصة الصفحات الفيسبوكية اللي ولات تمتهن العمل اليومي معناها نتاع سبين القضاة او الشخصيات معناها اللي معناها اللي قلقها اللي ما يعجبهاش اللي يمثلها الدوسيه تقوم معاه بالواجب.